حياكم الله. لما كنتم مشاهدين الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي، يأتيكم من قناة الرافدين. دعا عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى الكرعاوي لإعادة النظر في الإيرادات والنفقات الكلية ونسب العجز في موازنة العام الحالية. وقال النائب الكرعاوي إن اللجنة المالية ستقوم بمراجعة شاملة لجداول الموازنة ودراسة المواد والبنود التي تحتاج إلى تعديل، مشيرا إلى أن الحكومة لم ترسل أي كتاب رسمي حتى الآن بخصوص تعديل الموازنة. وفي حزيران الماضي صوت البرلمان في العراق على الموازنة المالية العامة للبلاد لثلاث سنوات بموازنة عدت الأضخم في تاريخ العراق، حيث بلغت أكثر من 199 تريليون دينار. توقف بيع الدولار للمواطنين العراقيين الراغبين بالسفر إلى خارج البلاد في كافة المصارف الحكومية والأهلية بحسب مصدر محلي. وقال المصدر إن سبب الإيقاف يعود إلى عدم امتلاك أغلب المصارف الحكومية والأهلية الحصة المقررة للتوزيع من قبل البنك المركزي العراقي. وكشف المصدر عن إجراءات يتم اتباعها لإيقاف منصة بيع الدولار، مرجحا أن يولد ذلك انخفاضا كبيرا في سعر الصرف للدينار أمام الدولار في الأسواق المحلية. قال خبراء اقتصاديون إن عدد أجهزة الدفع الإلكتروني قليل ويحتاج إلى إجراءات تشجيعية، لا سيما لأصحاب المحال التجارية. بحسب الخبراء، فإن عدد الأجهزة المنتشرة حاليا لا يتجاوز 23 ألف جهاز فقط، وهو عدد قليل جدا، مؤكدين أن الحاجة تصل إلى نحو 1 مليون جهاز لكي تكون هذه الخدمة متوفرة في كل شارع، وتصل أيضا إلى 4 ملايين جهاز لتوفيرها في جميع المحال التجارية داخل العراق. كشف النائب صلاح زيني عن تعيين مراهقين في مؤسسات حكومية بخلاف كل الضوابط والتعليمات الرسمية المعمول بها في العراق. وقال زيني إن التعيينات التي صدرت قبل أسبوع من انتخابات مجالس المحافظات لأصحاب العقود كانت بأعداد كبيرة جدا، ممن كانت أعمارهم عام 2019 لا تتجاوز 15 عاما، متسائلا عن كيفية التعاقد الحكومي معهم واستلامهم رواتب بأثر رجعي. دعا المركز العراقي الاقتصادي الحكومة في العراق والجهات الرقابية إلى مكافحة الغش التجاري وضبط ووضع الأفران والمخابز في البلاد. وأوضح المركز أنه رصد حالات غش تجاريا تتعلق بوزن وجودة المنتجات في بعض المخابز والأفران، مؤكدا أن بعضها يبيع الخبز والصمون بأوزان تقل عن المعدل المسموح به. وأشار المركز إلى استخدام بعض المخابز دقيقا غير صالحا للاستهلاك البشري من حيث الجودة أو تاريخ الصلاحية. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام لأسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن. نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.